هذا الفيلم يقفز بنا فوق حواجز الزمان وحدود المكان، ويحملنا على جناحيه في رحلة مقدسة ممتعة إلى القرن الأول الميلادي، ليروي لنا حياة رجل نشأ متعصبا لعقيدته وديانته إلى حد اضطهاد من يخالفونه فيها. ثم وبمعجزة مبهرة وهو في طريقه إلى دمشق العاصمة السورية، أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، أشرق عليه من سمائها نور الحق، لينزع عصابة عينيه وليشرق في بصيرة روحه ويضيء ظلمة قلبه نور يسوع المسيح، ليتحول ويتغير ليصبح أعظم سفير للمسيح مر في تاريخ البشرية وعلى مدى الأجيال. إنه القديس بولس الرسول. هل صحيح بأن الحجارة كما يقال عنها لا تتكلم؟ السيد المسيح قال ذات مرة وهو يدخل أورشليم، حيث ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم قائلين: مبارك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. أما بعض الفريسيين وهم أعداؤه من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. اليوم ها هي حجارة دمشق تتكلم بلغة سيعرفها العالم أجمع، تتحدث بلغة الحجارة الصامتة، تحكي حكايات النور والمحبة، تروي الكثير من الحوادث التاريخية والإيمانية. هنا جذوري، هنا قلبي، ترنيمتي، سلامي، أليس في كتب التاريخ سلام وأفراح؟
حامليني حين عطرت السلام، كيف غار الورد واعتل الخزام. ظمئ الشرق فيا شام اسكبي، واملأ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم، ذكرهم في عروة الدهر وسام. من أين سأبدأ؟ من بساتينها الغناء الخضراء المثمرة التي تلفها، من رائحة الزيزفون وأشجار الزيتون، أم من جبل قاسيون؟ أتأمل سماءها، يا من ظهرت بكل مجدك فيها. هنا في هذا المكان تلكوكب حدثت معجزة، مواجهة غيرت حياة وقلب شاول. من هو شاول هذا؟ شاول هذا هو اسمه العبراني. ولد حوالي السنة 10 للميلاد من أبوين يهوديين في مدينة طرسوس بولاية كيليكيا التي تتمتع بالامتيازات الرومانية آنذاك، وهي الآن مدينة في تركيا وتحتفظ باسمها طرسوس أو طوروس. شاول بطبيعة ميلاده هذه كان يتمتع بالامتيازات الرومانية، لذلك وصف نفسه ذات مرة بأنه روماني، ولكنه نشأ وتربى في أورشليم وهو من سبط بنيامين الذي يعتبر من أكثر المذاهب اليهودية تشددا وتمسكا بأحكام الشريعة، وهو المذهب الفريسي. وقد تعلم الشريعة على يدي جملائيل وهو من كبار العلماء وأحد أعضاء أعلى سلطة دينية عند اليهود، وهو مجمع سنهندريم. هل فهمتم الدرس؟ لقد فهمنا يا معلم. من منكم لديه استفسار؟ أنا أيها المعلم جملائيل. تفضل يا شاول، ما هو سؤالك؟ أين سيولد المسيح وملك اليهود؟ في بيت لحم، لأنه من سبط يهوذا ونسل الملك داود. أيها المعلم، عندما سيأتي هل سيجعلنا أسيادا على الأرض؟ طبعا، لأنه سيبيد كل الأمم وسنمتلك الأرض والسماء. أولسنا نحن شعب الله المختار؟ تخيلوا أنكم ستكونون أسياد العالم. صلوا إذن ليستجيب الله ويرسل المسيح المخلص ملك اليهود. ترعرع شاول هذا ونما متعصبا متشددا لعقيدته هذه، لذلك حارب المسيحية الناشئة بضراوة وقسوة باعتبارها في نظره انحرافا وضلالة، فكثف جهوده على مقاومتها واضطهاد أتباعها وقتلهم وتشريدهم في محاولة القضاء على هذا الضلال عن دين إبراهيم وموسى والأنبياء حسب زعمه مع سائر القيادات الدينية اليهودية. وقد اعترف شاول فيما بعد باضطهاده لكنيسة المسيح بنفسه. لذلك أيها الملك أجريباس، ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري. أيها الوالي فيستوس، كان يمكن أن يطلق سراح هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. وماذا صنعت؟ حبست في السجون الكثير من القديسين، آخذا السلطان من رؤساء الكهنة، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا وتكرارا حتى أضطرهم إلى التجديف، وإذا أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. يسوع الناصري كان على الأرض قائما بإرساليته الإلهية عندما كان شاول شابا، وتعاليم يسوع كانت تنتشر في كل المنطقة، وكلماته كلمات الحق تعارض الرياء والتعاليم المضللة. وعلاوة على ذلك، كان الناس عامة متأثرين بمعجزات وخدمة المسيح، ونتيجة لذلك بدأوا في اتباعه، وأصبح الموقف أصعب بصلب المسيح وقيامته، فلم يكن من الممكن إخفاء أخبار قيامته وصعوده إلى السماء،
فقد كان هناك شهود كثيرون جدا. لذلك كثف القادة الدينيون جهودهم للقضاء على هذه المشكلة المزعجة حسب تعبيرهم، وأصبح أتباع يسوع يعرفون بأتباع الطريق، وكثيرون منهم جاءوا من أورشليم إلى دمشق بعد الاضطهاد، لأن شاول كان يطاردهم من بيت إلى بيت ويجرهم إلى السجن، وكانوا يعذبون ويضربون أشد الضرب. أعتقد أنه يقدم خدمة لله، وأن إمعانه في غلوه وتعصبه سيقضي على هؤلاء الذين باعتقاده أنهم قد أشعوا حركة غير عادية في أورشليم. هؤلاء تلاميذ الناصري المصلوب الذين خرجوا بعد يوم 50 وحلول الروح القدس، خرجوا من مخابئهم لكي ينادوا وبكل قوة وإقدام أمام مطابضيهم بملء الأفواه والقلوب: أيها الإسرائيليون، أيها الإسرائيليون، أيها الإسرائيليون، أيها الإسرائيليون، هذا الذي طلبتموه أقامه الله ناقدا أوشاع الموت، ونحن جميعا شهود على ذلك. إن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه ربًا ومسيحًا، ربًا ومسيحًا، ربًا ومسيحًا. كنت أبحث عنك. إن استيفانوس وأتباع يسوع الناصري كانوا يتكلمون كلام تجديف على موسى وعلى الله، وإن يسوع الناصري هذا سوف ينقض الهيكل ويغير العادات التي أعطانا إياها موسى. رجال، أيها الأخوة، أيها الآباء، اسمعوا. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين وقال له: اخرج من بيتك وعشيرتك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في أرض حاران.
إلى أين؟ ألا تريد أن تستمع إلى ستيفانوس؟ كنت أستمع إليه الآن، إنه يريد أن يعطينا درسا في الأخلاق والشريعة. عن إذنك أريد أن أذهب إلى عملي. وفي ذلك الوقت ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، ولما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هل تريد أن تحكي لنا شريعتنا أيها الأحمق؟ فارتعد موسى وقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، وقد سمعت أنين الشعب في مصر، هلما الآن أرسلك إليهم. هذا هو موسى الذي ينكروه قائلين: من أقامك قاضيا ورئيسا؟ هذا أرسله الله رئيسا، هذا أرسله الله رئيسا، هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البرية وفي البحر الأحمر 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من أخوتكم له تسمعون. هو الذي كان في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء، ومع آبائنا الذين لم يشاءوا أن يكونوا له طائعين، فرجعوا بقلوبهم إلى مصر وعملوا صنما وأصعدوا ذبيحة له وفرحوا بأعمال أيديهم. يا قزاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقومون الروح القدس كما كان آباؤكم، كذلك أنتم. اسكتوا، اسكتوه وأخرجوه من هنا، إنه يجدف، إنه ينقض شريعة موسى. اسكتوه، أخرجوه. أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم صرتم مسلميه وقاتليه، وقد أخذتم الناموس ولم تحفظوه، وقد أخذتم الناموس ولم تحفظوه. فليردم، 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 فليردم. السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. Thank you.
تقم يا رب هذه الخطيئة. لم يكن هذا ليكبح غضب شاول حتى بعد رجم القديس استيفانوس رئيس الشمامسة شهيد المسيحية الأول. هاك يا شاول، لقد كتبنا تفويضات إليك كما أردت لكي توصلها إلى القادة في دمشق كي يساعدوك في القبض على أتباع يسوع الناصري. سآتي بهم مقيدين ومقهورين، أعدكم وأعد الله. الذي جر من باب دمشق في أورشليم إلى خارج المدينة مكان الرجم والإعدام هو نفس الباب الذي خرج منه شاول إلى دمشق، معتقدا أنه باستئصال المسيحية من دمشق قد يمنع انتشاره. وصل شاول إلى دمشق كما أتمنى أن تطوى مسافات الأرض تحت أقدام فرسه ليصل إليهم ويقبض عليهم ويعود بهم إليه لنسومهم أشد صنوف العذاب. كم أتمنى ذلك، كم أتمنى ذلك. ما بك يا شاول؟ تبدو قلقا. لست قلقا يا رأوبين، لست قلقا، وإنما أفكر وأصلي إلى الله كي تطوى الأرض لأصل إلى دمشق وأقبض على أتباع ذلك الناصري وأعذبهم عذابا شديدا.
سلام. سلام. ما بالك يا عوزة؟ يبدو عليك القلق. لا أدري ماذا أقول لك يا أستير، لا أدري. قل لي ما بك، ماذا تخفي عني؟ لقد علمت أن شاول الطرسوسي الذي اضطهد وعذب وسجن وقهر الكثيرين من أخوتنا في أورشليم والآن في طريقه إلى دمشق ليلقي القبض عليهم هنا. لا تخف، إن الرب معهم ومعنا، يسمع ويرى. أتعتقدين أنني خائف على نفسي أنا؟ لا، لا أبدا. كيف أخاف ويسوع المسيح قد وعدنا بأن يكون معنا في كل الضيقات. ولماذا القلق إذا؟ قلقي يا زوجتي على الذين لم تصلهم رسالة المسيح بعد. أوليس الرب كفيلا بهذا؟ أنا واثق بربي. يا رب ماذا تريدني أن أفعل؟ قم وادخل إلى المدينة، هناك يقال لك ماذا ينبغي. مع من كان يتكلم شاول؟ هل سمعت ما سمعته أنا؟ لا أعرف، لم أسمع إلا صوت شاول ولم أرى غير النور الذي كان أمامه، النور الآتي من السماء. لعله كان يتكلم مع ملاك؟ هل الله ظهر له؟ المجد لك يا رب، المجد لله، المجد لله. لقد كان هو نفسه يسوع الحي القائم من الأموات الذي كان اليهود يظنون أنهم قضوا عليه، كان هو نفسه الذي تكلم، وكان مجده السماوي هو الذي أعمى عيني شاول من شدة نوره المبهر. كان حقا أن يسوع قد قام من الأموات وصعد إلى السماء. في مركز هذا الاختبار العجيب نجد المسيح يسوع. إن شاول هنا
لم يكن يعاين رؤيا، لكنه عاين المسيح المقام ذاته. سبحانك ربي ما أعظمك. نعم، هنا فتحت السماء أبوابها في هذا المكان قرب دمشق، تل كوكب، سمي كوكب نسبة إلى كوكب الصبح المنير، نور يسوع المسيح الذي كان أقوى من لمعان الشمس، والذي أضاء في قلب شاول وأنار ظلمته ليحوله من العبودية إلى الحرية. في هذا المكان بني دير يعرف اليوم بدير الرؤية. الأزقة في دمشق الذي يقال له المستقيم، وشاول في طريقه إلى بيت أحد أتباع يسوع المسيح. الزقاق المستقيم أو الشارع المستقيم يعرف اليوم في مدينة دمشق بسوق مدحة باشا، ويشتهر بالصناعات القديمة والمهن الحرة المتوارثة عن الأجداد منذ ذلك الزمان، أيضا بالبيوت الدمشقية الموزعة على جانبيه. نعم، في إحدى هذه البيوت المنتشرة في أزقة الشارع المستقيم يقع بيت يهوذا أحد أتباع الحق والطريق يسوع المسيح. شاول، أرجوك، ينبغي لك أن تأكل، أرجوك يا شاول. يهوذا، عليك أن تحاول معه مرة أخرى. لقد حاولت معه اليوم كثيرا ولم أفلح. على كل حال تركت له الطعام علّه يأكل لوحده. كيف يأكل لوحده وهو قد فقد بصره؟ لا أدري. شاول، أين كنت منذ أيام وأنا أبحث عنك؟ كنت في الجليل. الجليل؟ وماذا تفعل في الجليل؟ كنت أستمع إلى يسوع الناصري. ليتك كنت معي يا شاول. يسوع الناصري، أتريدني أن أذهب إلى الجليل كي أستمع إلى هذا النجار الدجال الذي يدعي أنه المسيح؟ دجال؟ لقد استمعت إليه مع جموع غفيرة على الجبل، كانت المحبة والنعمة تخرجان من فمه. كان يتكلم بسلطان كلمات لم نسمع بها من قبل. ما أروعها، ما أروعها. أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم،
أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. لو سمعته يا شاول لغيرت رأيك. أغير رأيي؟ هل أنت مجنون؟ أمصدق أنت أنه المسيح المخلص؟ عد لرشدك يا بنيامين. المسيح المخلص تذكره كتب شريعتنا بأنه سيأتي ملكا وسيولد في بيت لحم لا فقيرا وشحاذا. أتريدني أن أصدق هذا الناصري؟ اهدأ يا شاول، يسوع لم يولد في الناصر. ألم تسمع بذلك الإحصاء الذي أمر به أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة كل واحد في مدينته؟ وقتها جاءت مريم أمه من الناصرة حيث كانت تقيم هناك إلى بيت لحم، كونها من بيت داود وعشيرة، وقد كانت حبلى بيسوع وولدته هناك. كأنك لست بنيامين الذي أعرفه، أغرب عن وجهي. تأكد يا شاول أنني أقول لك الحق. الحق، الحق معك يا بنيامين. ولماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ ألم يعدنا يسوع المسيح أنه سيكون معنا في الضيقات؟ كيف لا نخاف أيها الأخ المبارك، وقد اضطهدنا في أورشليم فهربنا منها، وقد سمعنا بأنه قادم لدمشق لاعتقالنا. أتشكون في إلهكم الحي؟ ألم يوصينا يسوع المسيح بأن نحب أعداءنا ونصلي من أجلهم؟ دعونا نصلي الآن من أجل كل مبغضينا ومضطهدينا، وخصوصا خصوصا من أجل شاول. وكم صليت لأجله. الصلاة يا أولادي مقتدرة بفعلها، وهو يسمع ويستجيب. باسم يسوع المسيح، والآن لقد تأخر الوقت يا أولادي، غدا سأكون بانتظاركم. كونوا على ثقة بإلهكم الحي. سلام. في رعاية الرب، في رعاية الرب. أيها الإله الحي، اجعل لخساة القلوب الحجرية قلوبا حية تنبض باسمك. من هذا الذي يصلي؟ وأين يصلي؟ ولمن يصلي؟ يا رب، كل شيء مستطاع عندك. احمي أولادك واحفظ رعيتك يا رب. إنه حنانيا الدمشقي. من هو حنانيا؟ إنه دمشقي من أصل يهودي، كان قد آمن بالمسيح وأصبح مسيحيا،
وكان له شهرة وتقدير عظيمان في كنيسة دمشق الفتية، وأنه قدم إلى دمشق بعد رجم القديس استيفانوس شهيد المسيحية الأول. أما هذا المكان الذي كان يصلي فيه فهو بيته، ويقع في القسم الشرقي من مدينة دمشق القديمة، وهو بيت تحت الأرض ينزل إليه بأحدى وعشرين درجة من باب ضيق مثلث الشكل يدخله النور من أعلى من نافذتين مدورتين. هذه الكنيسة يمكن مشاهدتها خلال دخولك من الباب الشرقي لمدينة دمشق. هل انتهت القصة؟ لا، ثلاثة أيام لم يشرب ولم يأكل شيئا. النار حائر يا أستير، لا أدري ماذا سأفعل. يجب أن نستدعي له طبيبا. طبيبه هو ربه. واذهب إلى زلقاء الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلاً رسوسياً اسمه شاول، لأنه هو لا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلاً اسمه حنان داخلاً وواضعاً يده عليه لكي يسلم. يا رب يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور قد فعل بقديسيك في أورشليم. وهنا وكما تعلم يا رب، له سلطان من قبل جميع رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. كم صليت لأجله يا رب. اذهب يا حنان، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأنه سأريك كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. Thank you.
إنه في الداخل. أريد مباراة. تفضل. لقد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق، الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. أعظمك يا رب، إنك الأخ حنانيا. المجد لله، المجد لله. أخ شاول، إله آبائنا عالم بقلبك، اختارك لتعلم المشيئة وتبصر الوعر وتسمع صوتا من فمك لتكون له شاهدا، شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوالى؟ قم 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 واعتمد باسم الله. قم. آمنت بك أيها الإله الحي، ربي وسيدي ومخلصي. شاول، إني أحمدك باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. ما أعظمك أيها الإله الحي، ما أعظمك يا رب. أشكرك على محبتك العظيمة وحنانك وغفرانك. ما أعظمك يا رب، ما أعظمك يا رب.
ما أعظمك أيها الإله الحي، غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا رب. هذا ما حصل معي، لقد عرفت الطريق. كان لي عيون لم أبصر بها، وأذنان لم أسمع بهما، وقلب من دون بصيرة. أما الآن فإني أبصر وأسمع، وقلبي أناره يسوع بمحبته ورحمته العظيمة. إنكم تنتظرون مجيء المسيح ملك اليهود. المسيح الذي تنتظرونه قد أتى، هو الذي رفضتموه وأنكرتموه وسلبتموه. ماذا حل بشاول؟ أليس هو نفسه الذي أنكره واضطهد أتباعه؟ إنه بهذا الكلام ينقض شريعتنا. إلى متى ستنتظرون المسيح المخلص؟ هذا هو الذي تحدث عنه موسى والأنبياء. فتشوا الكتب والنبوآت، إنها تشهد له. سبحانك ربي، تغير ولا تتغير. إنه شاول المضطهد لكنيسة المسيح، الذي تحول قديسا على مشارف دمشق الشام. نراه اليوم رسولا وديعا، محبا، ممتلئا قوة وسلامة. يا له من تغير مذهل! لقد أحدثت كلمات يسوع المسيح ثورة في حياته. فماذا قال له؟ أنا ظهرت لك لكي أجعلك خادما وشاهدا بما رأيت، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم، كي يرجعوا من الظلمة إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. لأن هذا لي إله مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك ودبا ستعلم، لأنه سأريد كم ينبغي أن يتألم من أشج اسمي. نعم، إنها أول الآلام، فالمسيحية لا تتضمن بركات عظيمة فقط، بل آلاما أيضا. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. علينا أن نقتله. دعوا والي الملك أريتاز يأمر بقتله. علينا رفع أمره إلى الوالي الحارث وتحريضه على قتله، لكي نكون بريئين من دمه أمام الناس. أحسنت، هيا بنا. ومتى حصل هذا الأمر؟ لقد علمت أن الكهنة قابلوا الوالي اليوم لكي يساعدهم القبض على شاول. وهل تتوقع أيها الأخ حنانيا المبارك بأنه سيستجيب لطلبهم؟ إنني أتوقع، لكن عليك أنت والأخوة مساعدة شاول للخروج من دمشق قبل أن يظهر والي الحارث الملك أمره باعتقاله. اسمع يا قائد الفرسان، أريدك أن تشدد الحراسة على أبواب المدينة لتلقوا القبض على هذا الذي اسمه شاول قبل أن يهرب. أمركم مولاي، سنوزع الحراس على الأبواب السبعة. لقد أصدر والي الحارث الملك أريتاس ملك النبطيين، الذي كان واليا للإشراف على القسم النبطي من سكان دمشق، أصدر أمره بتشديد الحراسة على أبواب دمشق لإلقاء القبض على شاول.
دمشق من أشهر المدائن التي تكتنفها أسوار عالية، وها هو السور نفسه وقد بنيت عليه مجموعة من البيوت لها نوافذ. ها هو باب كيسان، وفوقه النافذة ذاتها التي هرب منها شاول، والتي ما زالت شاهدا على ذلك الحدث عبر كل العصور. إنها كنيسة القديس بولس الرسول، رسول الأمم الذي انطلق من دمشق إلى العالم. بنيت هذه الكنيسة في عام 1925 على سور دمشق وفي باب كيسان. هؤلاء الذين أرادوا قتلها واختبأ في هذه المغارة وقتا من الزمن. إنها المغارة نفسها اليوم ما زالت شاهدا حيا ناطقا. إنها تحكي قصة شاول القديس بولس الرسول، رسول الأمم من دمشق إلى العالم. وقد بني فوق هذه المغارة دير يعرف بدير القديس بولس الرسول. انطلق شاول إلى بلاد العرب في الصحراء، إلى مملكة الأنباط، وبقي فيها حوالي سنتين ونصف حتى يهدأ رؤساء اليهود ولكي يقضي وقتا منفردا مع الله. بلاد العرب تعرف اليوم ببصر الشام أو حوران، وتقع جنوب شرق دمشق. لقد التجأ شاول بولس إلى هذه القرية فانا، والتي تدعى اليوم المسمية كونها كانت أكبر حامية رومانية آنذاك. وقد أمضى معظم أوقاته يقرأ ويتأمل ويصلي، ويقال بأنه أول من أخبر عن المسيح العرب في بلاد العرب. بعد أن أمضى شاول حوالي سنتين ونصف في بلاد العرب والتي تعرف بحوران اليوم، عاد إلى دمشق ليطمئن على التلاميذ وأخوته في الإيمان، ثم صعد إلى أورشليم. إنه الأخ شاول الطرسوسي، لا تخف. أيها الأخ برنابا، شاول الطرسوسي هذا اضطهد أخوة كثيرين لنا، وقد سمعنا أنه قد تغير ولم نصدق هذا. نعم أعرف كل ما فعله،
ولكن أنتم لا تعرفون من وكيف أصبح أخونا شاول هذا. أيها الأخوة، أنا أعترف بخطاياي، وكل ما فعلته كان إرضاء لله حسب معتقداتي، إلى أن ظهر لي الرب يسوع وأنا في طريقي إلى دمشق. ظهر لك؟ وكيف ظهر لك؟ سيروي لكم قصة أحد. برنابا ذلك الشخص المشجع الذي كان صلة الوصل بين شاول والرسل. برنابا اسمه يدل على فعله، ابن التشجيع. وبذلك انضم شاول إلى التلاميذ وانطلق معهم بكل جرأة ليخبر عن أن يسوع هو المسيح، فحاول اليهود أن يقتلوه. أرجو أن تسمعوا احتجاجي لديكم. أنا يهودي، ولدت في طرسوس، ولكن تربيت في هذه المدينة عند رجلي جملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا على الله كما أنتم اليوم جميعا، واضطهدت أتباع يسوع حتى الموت، مقيدا ومسلما العديد من النساء والرجال إلى السجون كما يشهد لي رئيس الكهنة وأنتم جميعا، وأخذت منهم رسائل إلى الإخوة في دمشق، وذهبت لآتي بهم من هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. شاول الترسوسي أهو في دمشق؟ لا، ليس في دمشق، بل نجا من الموت. نجا من الموت؟ كيف؟ اليهود في أورشليم تآمروا على قتله، فعلم التلاميذ بذلك فأنزلوه إلى ميناء قيصرية، ومن هناك أرسلوه إلى طرسوس. ألم أقل لك إن الرب معنا؟ ما أعظمك يا رب، ما أعظمك. شكرا لك يا رب، شكرا لك. المؤمنون الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي وقع عليهم مروا بفينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون غير اليهود عن المسيح، غير أن بعضا منهم وهم أصلا من قبرص والقيروان وصلوا أنطاكيا وبدأوا يكلمون اليونانيين أي الوثنيين عن يسوع المسيح. ولما وصل الخبر إلى الكنيسة في أورشليم أرسلوا برنابا، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والنعمة والإيمان، فلما رأى النعمة التي منحها الله توجه إلى طرسوس ليبحث عن شاول، ولما وجده عاد به إلى أنطاكيا. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني الذين كانوا معي بيدي فجئت إلى دمشق. ونحن هنا أيها الأحباء لا نتكلم عن إله أموات، بل إله أحياء، يسوع الذي من الناصرة مسحه الله بالروح القدس والقوة، جال يصنع خيرا ويشفي جميع من تسلط عليهم إبليس. لقد قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطي أن يكون ظاهرا، وقد ظهر كما سمعتم لشاول. كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم إذ رفضتموها وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه للأمم، لأنه هكذا أوصانا الرب، قد أقمتك نورا للأمم
لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض. نعم أيها الأخوة، يسوع هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء، وأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفرانا للخطايا. لما العجلة؟ أريد أن أستمع إلى شاول وبرنابا. وهل أصبحت من أتباع هذا الرجل شاول؟ بل من أتباع المسيح. أنا مسيحي، أنا مسيحي. نعم، في سوريا أطلق على أتباع المسيح مسيحيين لأول مرة. أيها الأخ برنابا، إني أريد أن أعتمد، أريد أن أعتمد إني أؤمن بالمسيح يسوع سيدي ومخلصي وربي. بقي برنابا وشاول في أنطاكيا سنة كاملة محدثان بكلمة الله، فانضم إلى الكنيسة جموع غفيرة، ومن ثم سافرا في البحر إلى قبرص، وقد رافقهما يوحنا مرقس خادما، وناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا يهوديا اسمه بار يشوع أو عليم الساحر، كان مع الوالي سيرجيوس بولس. أيها الساحر، أنت تعلم أنني مفتون بسحرك وعجائبك، وأريد أمرك يا مولاي، كل ما تريده سيتحقق في الحال أيها الوالي. إذن أرنا اليوم سحرك يا عليم. الوالي سيرجيوس بولس مع أنه كان متأثرا بسحر ذلك الساحر، إلا أنه كان رجلاً فهيماً، لذلك دعا برنابا وشاول ليسمع منهما حقيقة الذي مات وقام في اليوم الثالث. مات وقام في اليوم الثالث من الأموات، وظهر لك يا شاول وأنت في طريقك إلى دمشق. إذا كان كلامك صادقاً فإن إلهك حي. أيها الوالي، أراك تصدق كلامهم. لا تصدقهم، إنهم يكذبون. أيها الممتلئ كل الغش والخبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ هو ذا الآن يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. لا 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 لا. أين سحرك أيها الدجال؟ إني أؤمن بإلهكم المجد لله. المجد للرب، المجد لله. يقال إن شاول الطرسوسي أخذ اسم بولس من اسم والي جزيرة قبرص سيرجيوس بولس، الذي كان أول شخصية أممية وثنية ذي مركز قد أعلن إيمانه بالمسيح من خلال شاول. لقد أصبح شاول هذا بولس مكرسا كل حياته للأخبار السارة بإنجيل المسيح. من هنا بدأنا، ومن هنا انطلقنا، من دمشق، من تلك الصخرة الراسخة الثابتة المبنية من حجارة، نطقت وروت وتكلمت الكثير من الحوادث الإيمانية الصادقة، حيث مشى الرسول بولس على أرضها وبذر في ترابها بذرة الإنجيل، فنمت وكبرت شجرة وارفة الظلال يتفيأ العالم كله بظلها. هذه هي دمشق التي سطعت في سمائها شمس البر والشفاء في أجنحتها،
نور الحق يسوع الناصري ليتقابل مع ذلك المضطهد شاول وليغير حياته ويحوله إلى القديس بولس الرسول، رسول الأمم يحمل رسالة المحبة والسلام والخلاص. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صمجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان لأنقل الجبال ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وإن فرقت جميع أموالي، وإن أسلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. العلم سيبطل لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. إننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظم من المحبة.